النضال المستمر. السلام عليكم. جمالي علوي هشام، طالب بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة، السنة الثالثة، متعدد التخصصات، عضو في التنسيقية المحلية لطلبة المعهد العالي، طلبة خريجي وممرضي معاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة بني ملال. هذه الوقفة تأتي بعد الوقفة التي نادت إليها، وبعد بيان التنسيقية الوطنية الذي دعا إلى مسيرة بالشموع يوم الثلاثاء في جميع ربوع المملكة، وذلك لإيصال هدفنا ولإيصال رسائلنا لوزارة الصحة والتي ومطالبنا أيضا، والتي تحتوي على أول مطلب والذي هو تحقيق وعود الحكومة التي تقول بأنه يجب الرفع من الأجر الصافي للممرض إلى 8000 درهم. هذا وعد حكومي يجب الوفاء به. ثانيا، الطلبة الممرضين والطلبة مستقبل الممرضين المستقبليين يعانون من مشاكل في التدريب الاستشفائية بسبب مدارس خاصة، بسبب تقنية خواص، الاكتظاظ في التدريب الاستشفائي، وهذا ما يؤثر سلبا على جودة التكوين بالمعاهد العليا من التمريض وتقنية الصحة. ثالث مطلب هو عدم تطبيق التعاقد. التعاقد هو مطلب أساسي لنا، أننا لا يكون هناك تعاقد خاصة بالصحة، ولا نريد ان يكرر سيناريو التعليم ان يكرر على الصحه، خاصه ان الصحه هو واحد المجال جد حساس، ومجال يجب الاعتناء به، وهو اي اقتصاد في العالم يتمحور حول الصحه والتعليم. وبما ان نموذج التعاقد في التعليم لم ينجح وكان فاشلا الى ابعد الحدود، فلا نريد ان يطبق نفس السياسه وتطبق نفس السياسه على الصحه. وشكرا.